أيها الإخوة، تعلمون جميعاً أن المؤسسة العسكرية بكل مسمياتها، الدعم السريع، القوة المسلحة، الشرطة، المخابرات، شاركت بفاعلية في إحداث هذا التغيير، ولولا وقفة هذه الأجهزة لما حدث التغيير أصلا، وإن حدث لما حدث بهذه السلاسل التي تم فيها التغيير. وعندما حدث هذا التغيير وانحازت المؤسسة العسكرية للشعب السوداني، كانت المؤسسة العسكرية هي الأغرب إلى وجدان الشعب السوداني وإلى وجدان كل مواطن. لكن بعد تمام التغيير مباشرة اندس حولنا أصحاب الغرض والهوى وطالبي السلطة من خلف المناضلين والسائرين، ولذلك انقلب هذا الشعور عند المواطن السوداني إلى عداء وخطاب كراهية لكل المؤسسة العسكرية. يشتمون صباح اليوم القوات المسلحة، ويشتمون في المساء الدعم السريع، ويشتمون غدا الشرطة، ويعود وهكذا. تم الشيطنة وكراهية موجهة لكل المؤسسة العسكرية، وتناسوا كل ما قدمت هذه المؤسسات إذا كان في التغيير الحادث الآن.